فترة تشريعية جديدة سيشهدها مجلس الأمة بعد تثبيت عضوية المنتخبين الجدد والمعينين من قبل رئيس الجمهورية، فترة سيترأسها صالح جوجيل بعد تزكيته من قبل أعضاء مجلس الأمة. المهام اللي راهي تنتظر فينا مهام هامة، فيه صلاحيات في التقسيم الإداري، وعندنا صلاحيات أيضا في المحيط، وهذا راح إن شاء الله في المستقبل نتداول هذه المهام ونتداول هذه المواضيع باش نستكمل وندعم أكثر فأكثر المؤسسات نتاع الدولة والمفهوم الحقيقي لممارسة المسؤولية في المستوى المحلي وفي المستوى الوطني. مشاريع قوانين هامة ينتظر مناقشتها من قبل أعضاء الغرفة العليا للبرلمان على غرار قانوني البلدية والولاية. سوف يقوم المجلس وكل الأعضاء بتحضير للقوانين ومشاريع القوانين التي سوف تأتينا، منها قانون البلدية، قانون الولاية، قانون الجمعيات، الأحزاب إلى آخره. كمنتخبين احنا حندافعوا على المنتخب والصلاحية التامة لأعضاء مجلس الشعب البلدي والولائي. عملية إثبات عضوية أعضاء مجلس الأمة الجدد في إطار التجديد النصفي للمجلس هي محطة من محطات استكمال التجديد المؤسساتي الذي انطلق منذ التعديل الدستوري الفارط.